بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 87 اللي خاص بأساسية السي شارب. اليوم رح نحكي عن الأدفانتجز أند ديسأدفانتجز أوف مالتي ثريدينج. أنا محمد ما تعرفه. في هذا الدرس رح نحكي عن فوائد وسلبيات استخدام المالتي ثريدينج. بالبداية حتى نفهم درس اليوم لابد من مشاهدة الدرس السابق اللي هو المالتي ثريدينج إن سي شارب، لأن هذا الدرس هو تكملة للدرس السابق. بالبداية ما هي فوائد المالتي ثريدينج؟ أول فائدة اللي هي to maintain a responsive user interface، حتى يكون البرنامج تبعك more responsive لابد أنك تستخدم مين المالتي مين ثريدينج، تمام؟ زي ما شفنا في الدرس السابق لما كان أنا في عندي برنامج، هذا البرنامج كان بيحتوي على function وهذا function بده خلينا نحكي وقت معين، فكان بده تقريبا اللي هو 5 سكند، فبالتالي البرنامج كان unresponsive حتى ينتهي من تنفيذ هذا function. لكن لما استخدمت الثريد أصبح البرنامج عمليا عندي مين responsive، تمام؟ فبالتالي إذا بدك البرنامج يكون more responsive لليوزر انترفيس يفضل أنك تستخدم مين المالتي مين threading. أيضا من إيجابيات اللي هو استخدامك للمالتي ثريدينج انه حتى يكون استخدامك للبروسيسور، تمام، بيكون استخدام امثل، تمام. اذا to make efficient use of a processor time while waiting for input output operations to complete. احيانا في بعض البروسيسز الموجوده عمليا بدها input output mean operations، فبالتالي البروسيسور راح يعمل waiting حتى يحصل على هاي السيجنال من اللي هي IO operation، تمام. فبالتالي لو استخدمت المالتي ثريدينج راح يكون استخدامك افضل، فبالتالي راح يكون استخدامك امثل لمين لهاي البروسيسور، تمام. إذن هاي هي إيجابية أيضا لمين للمالتي مين ثريدينج. كذلك أيضا إذا كان في عندك اللي هو خلينا نحكي البروسيسور تاعك أو خلينا نحكي السي بي يو هو مالتي بروسيسور أو مالتي كورز، تمام، مثلا كور اي 3 أو كور اي 5 أو كور اي 7، فبالتالي إذا أنت استخدمت المالتي ثريدينج راح يكون في عندك أكثر من ثريد، وكل ثريد راح تتنفذ على خلينا نحكي على بروسيسور، فبالتالي راح يكون تنفيذ البرنامج راح يكون مور إفيشنت، تمام. طبعا فبالتالي راح يكون تنفيذ اكثر من ثريد على اكثر من بروسيسور في نفس من الوقت، فبالتالي راح يكون البرنامج تبعك مور افيشنت. لو لاحظت عندي هنا في هاي الحاله انا في عندي هنا كور اي 7، لو كان في عندي برنامج راح يشتغل على مالتي ثريدنج، فبالتالي كل ثريد راح تتنفذ على اكثر من بروسيسور. مثلا الثريد الاولى راح تتنفذ على سي بي يو 0، بعدين سي بي يو خلينا نجي نحكي 4، سي بي يو خلينا نجي نحكي 1 2 3 4 5 6 7. اذا راح يكون لو كان في عندي برنامج مالتي ثريدنج فبالتالي هاي الثريدز راح تتنفذ خلينا نحكي على اكثر من البروسيسور، فبالتالي راح يكون في عندك استخدام افضل وامثل لهذا السي بي يو، فبالتالي راح يكون البرنامج تبعك مور ريسبونسيف ومور افيشنت. ليه؟ لانه البرنامج يتنفذ على اكثر من بروسيسور في نفس من الوقت. اذا لاحظ انه معي عندي هنا انه إنه عملياً to split a large CPU bound tasks to be processed simultaneously on a machine that has a multiple processors or cores. إذا لما يكون في عندك multiple processors فبالتالي هاي الثريد راح تتنفذ على أكثر من processors في نفس من الوقت، فبالتالي راح يكون البرنامج تبعك more efficient، تمام، من ناحية من الوقت، تمام، و more responsive أكيد. أما بالنسبة لل disadvantages of multi-threading إنه إذا كان البرنامج تبعك single mean processor، تمام، وكان عندك البرنامج تبعك multi-threading، هنا بصير عمليا من السيء إنك تستخدم مين multi-threading. يعني أنا كان عندي عمليا CPU، تمام، هذا CPU بيحتوي على single mean processor، عمليا في بداخله CPU واحدة فقط، وأنا عمالي كاتب برنامج multi-threading، لأن لو بدي أجي أنفذ من هذا البرنامج على هذا CPU بالتالي راح يكون سيء. ليه؟ لأنه أنت عمليا عندك CPU واحد وأنت عمالك بتعمل multi-threading، فبالتالي لو كان في عندنا خلينا نحكي برنامج بدنا ننفذه على سنجل مين بروسيسنج، تمام، او كان في عندي خلينا نحكي برنامج وعلى ننفذه على ماشين، هاي الماشين هي عمليا سنجل مين بروسيسور، عمليا لو اخذت معي 10 سكند لنفترض على سبيل المثال، اخذت معي 10 ثواني حتى انفذها على سنجل مين بروسيسور. الان انا لو كان عندي البرنامج مكتوب بمالتي ثريدنج واجيت انفذه على
على سنجل بروسيسور ما راح تاخذ معي 10 سكندز، راح تاخذ معي اكثر من 10 سكند. اللي بتحكي لك اياه انه لو كان في عندي برنامج وهذا البرنامج مش مكتوب بالمالتي ثريدنج واجيت انفذه على سنجل سي بي يو راح ياخذ معي 10 سكند، لكن هذا البرنامج لو كان مكتوب بالمالتي ثريدنج واجيت انفذه على سنجل بروسيسور راح ياخذ معي اكثر من اللي هو 10 سكند. ليه؟ لنفترض انه في عندنا برنامج خلينا نحكي له 5 ثريد، تمام، وكل ثريد السي بي يو راح يعطيها عمليا انيشيالي راح يعطيها 2 سكند، تمام. فبالتالي اول ثريد راح يجي على مين؟ راح يجي عمليا على اللي هو السي بي يو، تمام. طبعا احنا نحكي عن سنجل سي بي يو، فبالتالي راح ننفذ لمين اول ثريد، فبالتالي راح ياخذ عمليا مين 2 سكند. الان راح يجي يعمل سويتشنج حتى ياخذ مين الثريد الثانيه وينفذها على مين على سنجل مين بروسيسور، فبالتالي راح يكون في عندي عمليا تايم لعمليه مين السويتشنج، فبالتالي راح ينفذ لمين اللي هي الثريد الثانيه على سنجل مين بروسيسور. بعد ما ينتهي من الثريد الثانيه راح يجي ينفذ لمين الثريد الثالثه، فبالتالي راح يعمل سويتشنج من الثريد الثانية للثريد مين الثالثة. بعد هيك لما ينتهي من تنفيذ الثريد الثالثة راح يجي يعمل سويتشنج حتى يمسك الثريد مين اللي هي الرابعة. بعد ما ينتهي من الرابعة راح يجي يعمل أيضا سويتشنج من الرابعة إلى الخامسة. إحنا بنعرف إنه كل ثريد راح تأخذ اللي هو 2 seconds، تمام. فأنا عندي عمليا 5 threads معناته راح يكون في عندي 10 seconds، وراح ايضا يكون في عندي تايم محسوب لعمليه مين السويتشنج، لانه ايضا عمليه السويتشنج بدها ايضا مين تايم. فاذا راح يكون في عندك اوفر هيد على مين، على ما يعرف بالكونتكست مين سويتشنج. اذا كان اللي بدي احكي لك اياه، اذا كان في عندك سنجل بروسيسور وكان البرنامج تبعك مكتوب بالمالتي ثريدنج، فراح يكون استخدامك للمالتي ثريدنج في هاي الناحيه هو امر سيء. ليه؟ لانه راح يكون في عندي تايم بالنسبه لموضوع مين السويتشنج، لانك انت بتشتغل على سنجل سي بي يو، فبالتالي بده يعمل لك مين سويتشنج ما بين هاي الثريدز اللي انت بانيها. فبالتالي من ناحيه البرفورمانس راح يكون سيء انك تستخدم مين المالتي ثريدنج، فيفضل في هاي الناحيه انك تستخدم سنجل ثريدنج. اوكي، السلبية الثانية انه راح يكون في عندك انت راح تكتب more codes حتى انك تأدي نفس مين العمل. طبعا بما انك بتحكي عمليا عن more codes، بالتالي موضوع المينتنانس راح يزيد معي. فبالتالي لو لاحظنا الملاحظة الثالثة عندي هنا انه multi-threaded applications are difficult to write، هي ايضا هاي تعتبر سلبية بالنسبة للمالتي ثريدنج، وهي ايضا difficult to understand، هي صعب انك تفهم شو اللي بيصير فعليا. وكذلك ايضا راح يكون في عندنا عملية موضوع اللي هو debugging وموضوع المينتنانس ايضا راح يكون صعب في المالتي مين في المالتي ثريدنج. اوكي تمام. فبالتالي وين يفضل انك تستخدم المالتي ثريدنج عن السنجل مين ثريدنج؟ يفضل انك تستخدمها اذا كانت ايجابيات المالتي ثريدنج هي اكبر بكثير من اللي هي السنجل، تمام. فعندها يفضل انك تستخدم مين المالتي مين ثريدنج، اذروايز لا، يفضل انك تستخدم مين اللي هو السنجل مين اللي هو ثريدنج او سنجل بروسيسور، تمام. فبالتالي ما في داعي تكتب البرنامج تاعك بالمالتي ثريدنج. اوكي تمام. فبالتالي راح يكون البرنامج تبعك اللي هو راح يحتوي على one thread اللي احنا سميناه اللي هو main thread. فبالتالي يفضل انك تستخدم المالتي ثريدنج عن اللي هو المين ثريدنج اذا كانت ايجابيات المالتي ثريدنج هي اكبر من اللي هي المين ثريدنج او اليو اي مين ثريد. اوكي اخيرا thanks for your listening and have a great